السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نذير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. رجعنا لكم فيديو جديد ومميز من ضمن سلسلة نباتات الزينة المزهرة، واليوم نباتنا كثير مميز ألا وهو نبات المجنونة القزمية أو نبات الجهنمية القزمية. بهذا الفيديو رح نتعرف على الفروق ما بين المجنونة العادية والمجنونة القزمية وطريقة رعايتها وإكثارها حتى نحصل على هاي الكمية الكبيرة من الأزهار. وقبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا أن ندعي لإخواننا بغزة أن رب العالمين ينصر على القوم الظالمين ويداوي جرحاهم ويرحم شهدائهم، وإن شاء الله يكون النصر قريب. ولا تنسوا تحطوا لنا لايك الفيديو واشتراك بالقناة ونفعل زر الجرس، واللي حابب يدعمنا ماديا صار في يدعمنا عن طريق الاشتراك كعضو بالقناة. راح أحط لكم رابط الدعم المادي تحت بصندوق الوصف. وهلا بسم الله نبدأ بالفيديو. نبات المجنوني قبل هالمرة حكينا عنه بفيديو سابق، ولكن اليوم نباتنا هو نبات المجنوني القزمي. طبعا هي شبيهة كثير بنبات المجنوني أو الجهنمية العادي، ألا أنه هاي الشجرة أو هاي النبتة قادرة على الإزهار بكثافة أكبر وبفترة زمنية أطول من المجنوني العادي، وأيضا تتميز على أنها ما بتطول كثير مثل المجنوني المتسلقة، وما فيها الأشواك الواضحة مثل المجنوني العادي. مثل ما أنكم شايفين الأشواك تكاد تكون ما أنا موجودة بها المجنوني القزمي، أما بالمجنون العادي بتكون الأشواك حادة وقوية وطويلة. هاي رب العالمين أعطاها الأشواك للقدرة على التسلق وتسلق الجدران أو تسلق الحبال اللي بنحط لها إياها. أما المجنون القزمي فتعتبر نبتة ما أنا متسلقة، وإنما هي نبات أصيص أو نبات فيك تحطه بالبلكوني، وحتى إذا زرعته بالأرض تعتبر كشجيرة ما تعتبر كنبات متسلق مثل المجنون العادي. ومثل ما ذكرنا بتتميز هاي المجنونة القزمية على أنه فترة إزهارها طويلة، فبتمتد من فصل الربيع وحتى نهاية فصل الخريف، وقادرة على الإزهار على نفس الفرع لعدة مرات. يعني أنا بذكر أنه هذا الفرع زهر قبل هالمرة من نفس المكان تقريبا، يعني من نفس السوية اللي زهر عليها قبل شهر. هي تقريبا كل حوالي شهر بتزهر مرة واحدة، بعد ما يخلص هذا الزهر ويهر الزهر الخاص فيها بترجع بتكون عندنا براعم زهرية جديدة وبتزهر، وهيك طيلة فصل الصيف. وقت تفوت فصل الشتاء بتهر أوراقها نسبيا، يعني بتهر تقريبا أغلبية الأوراق، وممكن على أنها تتضرر بالصقيع ولكنها بتعاود النشاط على فروع جديدة بربيع العام القادم. لهيك عند تقليم المجنونة القزمية ما لازم نبالغ بتقليم هذا النوع من الأشجار، لأنه الفرع اللي زهر السنة الماضية ممكن على أنه يزهر السنة الجديدة، وحتى الفرع اللي زهر الشهر الماضي قادر على أنه يزهر بهذا الشهر. ولكن من ناحية التقليم فينا نقلم الفروع الطويلة، مثلا هذا الفرع الطويل صاير فوق الأفرع البقية، لهيك فينا نقوم بعملية إزالته بواسطة المقص مثل ما أنكم شايفين. وهلأ رح نبدأ بالحديث عن العناية بهاي الشجيرة، شجيرة الجهنمية القزمية. فمن ناحية الأشعة الشمسية، هذا النوع من الأشجار بحاجة لأشعة مباشرة بما لا يقل عن 6 ساعات أشعة شمسية مباشرة، يعني حتى لو الشمس حامية عنا وبفصل الصيف لازم نحطها تحت أشعة الشمس المباشرة بما لا يقل عن 6 ساعات، وبفصل الشتاء كمان نفس الشيء بنخليها برات البيت وبالشمس. لهيك ما فينا نربي هذا النبات بهذا المكان اللي عم صور فيه، لانه هذا المكان ما بيتعرض لاشعه الشمس، ولازم نحطها على سطح او على بلكوني مشمسي او بحديقه مشمسي، يعني نزرعها بالتراب بحديقه مشمسي. وهذا النبات مثل ما ذكرت هو خيار للي بيحبوا يزرعوا المجنوني بأصيص. مثل ما انكم شايفين هاي الكميه من الازهار مزروعه بأصيص متوسط الحجم. اما المجنوني المتسلقه ما فينا نزرع بأصيص أو برميل، لأنها رح تتسلق وجذورها رح تخترق الأصيص أو البرميل اللي زرعناها فيه. من ناحية التربة الخاصة بالمجنونة، المجنونة قادرة على أنها تنمو بجميع أنواع التراب، ولكنها بتفضل التربة الرملية جيدة التصريف والمسمدة بسماد عضوي بفصل الخريف. طبعا طريقة التسميد بالسماد العضوي وعملية تخميره رح أترك لكم إياها تحت بصندوق الوصف، نحن حكينا عنها قبل هالمرة بهذا الفيديو. أما من ناحية التسميد الكيميائي، لازم نقوم بعملية تسميد هذا النوع من النباتات لأنه إزهاره كتير ونشاطه كبير بفصل الربيع والصيف، بسماد NPK المتوازن كل شهر مرة واحدة، وإذا حبينا أكثر نسمد كل أسبوعين مرة واحدة. طبعا طريقة التسميد بسماد NPK المتوازن قبل هالمرة أنا حكيت عنه بهذا الفيديو، كمان رح أترك لكم إياها تحت بصندوق الوصف.
من ناحية الرطوبة والسقاية فهي المجنون القزمي مثل المجنون العادي من النباتات المتحملة بشكل كبير للجفاف، فإذا كانت مزروعة بالأرض وجذورها ممتدة بالأرض فما في داعي على أنه نقوم بعملية سقايتها إلا مرة واحدة كل أسبوع بفصل الصيف. أما إذا كانت نبات قصيص مثل هذا النبات لازم نقوم بعملية سقايتها مرتين بالأسبوع. ومثل ما ذكرنا أنه تعطيش هاي الشجيرة قادر على أنه يخلق أزهار بشكل كبير، فوقت بدك أزهار من المجنون بشكل عام والمجنون القزمي بشكل خاص لازم تقوم بعملية تعطيشها لفترة حوالي 5 أيام. يعني إحنا إذا كنا عم نسقيها كل 3 أيام منعطشها، بنسقيها كل 5 أيام مرة واحدة. التعطيش بيحفز البراعم الزهرية على حساب البراعم الخضرية مشان تعطيك أزهار. لاحظوا على إنه الأزهار أكثر بكثير من الأوراق. ومعلومة ذكرتها أنا قبل هالمرة بفيديو عن المجنونة على إنه هاي الأوراق الملونة هي عبارة عن أوراق وليست أزهار، وإنما الزهرة هي هاي الأزهار الصغيرة للمجنونة. ولكن بشكل عام الناس بيقولوا عن هاي الأوراق الملونة على أنها أزهار. من ناحية تحمل البرودة والحرارة، فمن ناحية تحمل الحرارة يعتبر نبات المجنونة من أكثر النباتات تحملا لدرجات الحرارة المرتفعة صيفا، ولكن هذا النبات حساس لصقيع الشتاء. يفضل على أنه ما نعرض هذا النبات لصقيع الشتاء لأنه ممكن يؤدي لموت النبات. ولكن بغالب الأحيان عندنا ببلدنا سوريا ما بتموت النبتة وإنما بتعاود نشاطها من أول وجديد على أفرع جديدة ببداية الربيع. من ناحية إكثار المجنوني أنا قبل هالمرة تكلمت عن طريقة إكثار المجنوني العادي وهي نفسها إكثار المجنوني القزمي. طبعاً راح أترك لكم فيديو الإكثار تحت بصندوق الوصف مع عدة فيديوهات عن إكثار النباتات بالعقل مشان تتعلموا كيفية زراعة النباتات بالعقل بالمنزل. وبنهاية الفيديو بنصحكم باقتناء هذا النبات ألا وهو نبات المجنون القزمي، وخاصة بالنسبة للأشخاص اللي حابين يزرعوا المجنون عندهم ولكن ما عندهم حديقة، لأنه هذا النبات قادر على أنه ينمو بالقصص وبجودة ممتازة مثل ما أنكم شايفين. إذا كان عندكم سؤال عن هذا الفيديو أو الفيديوهات السابقة اتركوا لي إياها تحت بالتعليقات. كان معكم أخوكم مهندس الزراعي نذير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. لا تنسوا تحطون لايك الفيديو واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. اذكروا الله وصلوا على الرسول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.